أعزائي للأسف وأقولها بمرارة، للأسف بعض الأخوة من المحافظات بدأ يتحايل ويتفنن في موضوعة شهادة الوفاة، مصابين بالكورونا تزور شهادة الوفاة ويؤتى بها إلى المغتسل ويلامسها الشخص اللي يعمل بالمغتسل، وكذلك تذهب إلى حضرة الإمام علي عليه السلام، وأيضا أكو زيارة إلها وأكو ملامسين معها، ونقلت عدوى كثيرة جدا. وهذا جرم، هذا إجرام كبير جدا، هذا إجرام أنا أسميه. ولا عليش استندت أنت وزورت شهادة الوفاة وجيت الكورونا سويته وفاة عادية؟ وهكذا معاناة كبيرة جدا تطول القائمة. عدم السيطرة بالمحافظات جاي سبب أزمة، الدفن كله بالنجف، ماكو دفن بالمحافظات، لذلك جاي نتحمل وزر كبير جدا، نتحمل وزر كبير جدا. لذلك يعني أطلب وأرجو من الأخ دولة رئيس الوزراء التدخل الشخصي والسيد وزير الصحة التدخل الشخصي لحل هذا الموضوع، موضوع تزوير شهادات الوفاة والحك والشطب في شهادات الوفاة. وأنا اتصلت يوم أمس بالأخ الوكيل الإداري وأبلغته في هذا الموضوع، وأكيد راح يتصل بالمحافظات، ولكن لليوم التزوير موجود. أخوتنا وأعزائنا منتسبي الصحة والمفارز الأمنية يلقون القبض على هكذا حالات، ولكن كثير من الحالات قد لا نلقي القبض عليه. شهادة وفاة مضبوطة 100% ومزورة، وهذا مشكلة حقيقية. قضية ثانية أيضا المصابين بالكورونا، الوفيات المصابين بالكورونا، نوجه دعوتنا ونأكد دعوتنا عدم السماح لأي مرافق لمصاب بالكورونا القدوم إلى النجف. يعني جاي تحرجون نفسكم وتحرجونه وتأذون الأجهزة الأمنية. مصاب بالكورونا جايب سيارة إسعاف، خلي ندفنه وإحنا نتكفل كل شيء، تجهيزه وتكفينه ومجانا. فرقة الإمام علي هي اللي جاي تصرف هذه المبالغ من أموالها الخاصة، فليش يعني؟ والآن أسمع كلام أنه جاي تأخذ مبالغ، هذه المبالغ غير صحيح. فرقة الإمام علي بعيدة كل البعد، ولكن نطلب منكم عدم المرافق وعدم السماح. أخذنا قرار بخلية الأزمة المصابين بالكورونا ما يندفنون بالمقابر القديمة، وإنما بالمقبرة الجديدة، مقبرة الكورونا. فما راح نسمح لأي أحد أن يدخل. المرافقين مع الجنازة العادية 7 أشخاص فقط، لا تحرجونا وتحرجون نفسكم أيضا، وجينا غلقنا سيطرتين لهذا السبب. لذلك القرارات اللي أخذناها مو اعتباطية. طبعا احنا ما بلغنا انه ما نقبل الدفن بالنجف، هذا غير صحيح. لذلك من صارت هذه الحالات، حالات التزوير والتي لا زالت حقيقة، شنو ذنب اللي يعمل بالمغتسل؟ شنو ذنب اللي يعمل حفار بالمقبرة؟ شنو ذنب الملامسين؟ شنو ذنب الزوار بالعتبة من تختلط بهم وتأدي مراسيم الزيارة وانت حامل لفيروس؟ صعب جدا. لذلك صار توجيه وقرار بخلية الأزمة عدم السماح لا للجنائز العادية ولا الكورونا أن تأتي وتذهب للزيارة، زيارة الأمير المؤمنين، حفاظا على حياة أبناء النجف وحتى حياتكم، حتى حياتكم. نتمنى الالتزام التام بهذا الموضوع، نتمنى التقيد بالتعليمات. إن شاء الله يا ربي الأعداد بدت بالتنازل في محافظة النجف الأشرف. هذا متروك الآن، عندنا يوم الجمعة اجتماع، واجتماع خلية أزمة على ضوء راح نقرر، ولكن بدونكم يا أخواني الأعزاء لا نستطيع أن نعمل. نتمنى تساعدونا. نعم ضرر، صدقوني والله متألمين، ألمنا كبير جدا عليكم، ولكن بنفس الوقت ألمنا أكبر على الناس اللي جاي بالمستشفيات الآن، وقسم بالدور ما تتحمل المستشفيات، وقسم توفى. فبالنتيجة هذه القضية صحيحة. يعني أتمنى للي يشكك بهذا الموضوع أن يزور مقبرة الكورونا ويشوف عدد الحالات، عدد الوفيات راح يفوق 2500، وهذا رقم كبير جدا. لذلك إخوان الأعزاء دعمكم والتزامكم ووعيكم يجب أن يكون كبير. اليوم لاحظنا من حتى الناس اللي بحضر التجوال اللي مستثنائين بقرار خلية الأزمة، لاحظنا ارتداء للكمامات بنسب قد تصل 80%، ما كنا نشوفه سابقا، الآن بدينا نشوفه. ساعدونا، ساعدونا، أنتم ساعدونا حتى نقدر نساعد النجف، نقدر نساعد النجف، ولا ما عندنا غير طريق. يعني هذا الطريق مجبرين عليه، مجبرين، لأن أرواحكم على المحك وأرواح أحبائكم على المحك. فبالنتيجة أحبائكم بدأوا يغادرون، أعزائكم بدأوا يغادرون، فلذلك التزامكم واجب. شكرا جزيلا.